نحن عاملين هون مشروع اسمه مشروع جناين الخير. الهدف منه انه نأمن مستلزمات منزلية، مستلزمات شخصية للأفراد اللي أقل حظاً، اللي بيقدروا يدفعوا بأسعار رمزية ياخدوا أغراض لبيوتهم. فاللي عم بيصير إنه نحن من سنة لسنة منبلش نلم أغراض من بيوت اللي ما بدهم إياها، بتكون حالة جيدة جداً، ومنسعرها بأسعار رمزية ومنبيعها بالمناطق الشعبية حتى الأشخاص يقدروا يستفيدوا منها. هلأ عوائد هالمشروع بيكون لدعم برنامج التعليم اللي بتعمله جمعية الصخرة، واللي هو إنه نحن منوزع إعانات تعليم أقساط مدارس وأقساط جامعات ومستلزمات جامعية للطلاب بسوريا. نحن مشروعنا كتير أبسط من هيك. مشروعنا نحن بناخد أغراض من بيوت العالم يتبرعوا فيها، حتى يعني هي فكرة إنه التطوع والتبرع هو ما المفروض إنه الواحد يكون غني كتير لحتى يتبرع، هو أي شخص ببيته عنده غراض ما عم يستعمله بيقدر يتبرع فيه، مشان شخص تاني يمكن هو بحاجته ما بيقدر يشتري فبيشتري بسعر أرخص. طبعا هي فكرة كتير حلوة، لأنه هذا البازار اللي هو السوق الخيري هن عبارة عن عالم تبرعوا بأغراض هن ما بدهم ياهون، ممكن تكون حالة جديدة أو حالة مستعملة بس جديدة كمان، ونحن عم نبيعه بأسعار أرخص طبعا من سعر السوق، وأرخص كتير من سعر اللي بعده جديد بيكون، حتى بقى منكون منلاقي مفيد كل الأطراف، الجمعية بتستفيد والشخص المتبرع بيكون استفاد، أول شيء خلص من شيء ما بده إياه، وثاني شيء هو تبرع، ونفس الوقت الزبون اللي هو اشترى شغلة كتير منيحة وبسعر كتير قليل. نحن جمعية اليوم شاركة ببازار، عنا طاولة، عنا أكثر من طاولة نحن عم نبيع فيها مستلزمات منزلية، تياب، أغراض للولاد، هدايا وهيك. طبعا كل شيء عم ينباع اليوم بيروح ريعه لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.